القايدة، القايدة، القايدة غيرت الصدارة، القايدة غيرت المركز الأول، القايدة في الصدارة في الانطلاق الأول. الله 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 الله، محمد بن عبيد بن عيد المنصوري، يا سلام، جود مورنينج الوثمة، جود مورنينج الوثمة على هذا الأداء الجميل والرائع من خلال تواجد القايدة هنا في المركز الأول لتعيد النقطة الأخرى وتسجل هذا الفوز وتسجل هذا الانتصار الجميل. تهانينا والناموس لمالك القايدة محمد بن عبيد بن عيد المنصوري، المركز الثاني وصلت. راشد بالحبالة الاكتبي يا بغادر بالفوز في هذا الانطلاق المميز من هنا من عاصمة الميادين وميدان الوثبة. هو من يشاهد هذا الانطلاق، يا سلام، الذين مع البداية، الذين مع المقدمة، يا سلام، وهالي غشابة ينتظرون السلامات في هذا الصباح. غادر الذيب، انطلق الذيب، ومشكور يا بالحبالة، واسعد الله صباحك على هذا الاداء المميز. تهانينا لعبيد بن سالم بن راشد بالحبالة الاكتبي، المركز الثاني. وصل بقوة ليكون حاضرا بقوة، أحمد بن مطر بن مايد، يا السلام الخيلي، يا السلام، الحقة والحقة لحقة. وماذا المركز الأول؟ هناك التمسك من قبل التي وصلت بقوة حربة لمنصور بن ناصر بن سرود الخيلي. سلام لميدان رماح، سلام بالمركز الأول والثاني، كلهم بالرماح، هنا بن سرود، هنا بن الخيلي. تهانينا للسيد منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي، المركز الثاني. انت لحقة لأحمد. الثلاث اللي بهنزان اللقا، الله 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 الله، الظبي الظبي الظبي، سيف الراهب المشروم الكعبي بدا يغير الصداره، بدا ينطلق مع المركز الاول، بدا ايضا ينطلق مع مساري هذا الشوط ليعلن بانه بطلا لهذا الشوط ما دامت القاضيه. ايضا معها كلام اخر رغش بن حمد بن خيرات العامري، ولكن الظبي تهانينا والناموس وسلام يا ابو سمره سلام. ايضا سيف بن الراهب المشروم الكعبي المركز الثاني، وصلت القاضيه رغش بن حمد بن خيرات العامري المركز الثالث. عالي يا سلام، عالي لعوض بن مبارك بن سعيد المهيري، غادر الجميع وانطلق انطلاقة الفوز والناموس. وسلام عليكم يا هالي سويحان، واسعد الله صباحكم على هذا الأداء المميز والعروض المميزة في هذا الانطلاق المميز. سلام يا سويحان، سلام، صباحكم ورد بهذا ويضيف الإنجاز الآخر. واشكرك يا الحبش على هذا المعلومات. تهانينا لعوض بن مبارك بن سعيد المهيري. خلاص يا سلام، يقول لهم باي باي، يا سلام يا ابو حمد، محمد بن حمد بن قناص العامري مع ميزه، وهو دائما متميز وشعار مميز، وبن قناص قنص الصداره بالطوير يحاول في المركز الثاني بقوه من خلال وجود شقره ناصر بالطوير بالمر العامري. وتهانينا لك يا المركز الاول، راح المركز الاول ميزه محمد بن حمد بن قناص العامري. تهانينا، سلام للعين، سلام، المركز الثاني. هناك وصول قوي من قبل لشعار. صيحة وسياسة، الله 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 الله، المعركة داحسة، غبرة ولكن قدوم، حذاري حذاري، خطر 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 خطر. هنا وصول مشاهدين الكرام، من بشاير يمع بن علي بن مسفر الخيلي، خطر مر وعبر اهالي رماح. سياسة سياسة مشاهدين الكرام، ولكن يا سلام، بشاير بشرتك يا الخيلي بالفوز، وجهتنا في الامتار الاخيرة. مشكور يا مالك بشاير جمع بن علي بن مسفر الخيلي على هذا الفوز والانتصار. مشرف مشرف، وهو مشرف لسعيد محمد بن مبارك بن حمدش الخيلي، والمركز الثاني. هناك الصدارة مع غالي لأحمد بن سالم بن سيف الجابري. واللحظات، الشوط لمن؟ المركز لمن؟ وهذا اللي في الصدارة مشرف بدون أوامر، بدون أي أوامر، الشعار وبدون أوامر، والركبي والآلي محنط تماما حتى خط النهاية بدون أوامر. مشرف، سلام للخزنة سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي، المركز الثاني. على المركز الثالث، رابعا الرياضية صالح بن محمد بن سالم الحبسي، أعود إلى صدارة، أعود إلى دمعة 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 دمعة، منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي.
إذن بالسرود يضيف النقطة الثانية كما أضاف النقطة الأولى في أول أشواطي. أيضا الإنتاج تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز على هذا الانتصار. لحظات الوصول ليعلن هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس. المركز الثاني ضبي حمود بن محمد وسالم الوهيبي. المركز الثالث وصل شعار بن ياسر. ولكن يغادر شظى ينطلق شظى. يا سلام ناصر بن الطوير بن ناصر العامري ومرضي مرضي. عادت المياه الى مجاريه وهبت الرياح بما لا تشتهيه الابل في هذا الانطلاق. يا سلام مرضي 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 شظى مرضي مرضي. مشاهدينا الكرام يغادر بالفوز يغادر بالناموس. واسعد الله صباحك يا ابن مبخوت يا ابن خموجه العامري حمد يا ابن مبخوت يا ابن خموجه العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شظى ناصر بن الطوير بن ناصر العام المركز. أسرار لعلي بن يهويل بن مهدي العامر. من قاد الشوط من انتزعت الصدارة من غادرت الله تبا بالفعل الانقضاض القوي. وها هي تنفرد وتصبح بدون منافس على الإطلاق. هي مفاجأة هذا الشوط. تهانينا لمالك أسرار وإلى أسرار وعلي بن يهويل بن مهدي العامر. لك التحية على الاندفاع بدون منافس. المركز الثاني وصول من هكذا العامر. يا سلام هذا الأداء المميز هذا الأداء المطلوب في سباقات الهجن. مثلك يا حشيم يا سلام. خلاص مشاهدين الكرام الشوط يغادر بالتهنية والناموس لمالك حشيم مبارك بن شعبان بن عبيد العامري. واسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار بدون أي منافس. تهانينا والناموس لمبارك بن شعبان بن عبيد العامري. لحظات الوصول مع الفوز والناموس. المركز الثاني وصل حامي علي بن سيد بن مسعود العامري. المركز الثاني يا سلام بدأت بالانطلاق. اشتعال احمد بن خليفه بن رشيد السويدي بدأ يشعل بالسويدي حرارة هذا الشوط. ولكن جواهر جواهر على المركز الاول جواهر على المركز الاول تتواجد بشعار الينيبي احمد بن سعيد بن سالم الينيبي. تهانينا 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 والناموس وسلام سلام على هذا الاداء الجميل يا الينيبي. لحظات وصول جواهر ايضا يتواجد احمد بن سعيد بن سالم الينيبي. لحظات الوصول. المركز الثاني وصلت اشتعال احمد بن خليفه بن رشيد. الثاني الادم لسعيد بن محمد مبارك المهيري. والمركز الثالث هناك كما تابعنا الحمدان بن يابن هياي. ولكن هنا المركز الاول مع الوهيبي. يا السلام ميدان الدريز. لك التحية ميدان الدريز اللي هذه أيضا يجهز هذه التجهيزات. تهانينا لك يا الوهيبي بفوز شاهين لعلي بن سالم بن علي الوهيبي. لك التحية بدون منافس. الأدهم في المركز الثاني لسعيد مبارك. بن مبارك الاكتبي. المركز الثالث شقرة وحذاري من شقرة تعود الملكية حمد بن سالم بن علي العرياني. ولكن اليحافي سيطر على الأوضاع بأكملها. يا سلام سلالة الشاهين وأيضا شقرة شقرة والشاهينية الشاهينية وشقرة الشاهينية الشاهينية الأقرب للفوز الأقرب للناموس الأقرب للانتصار. سلام يا اليحافي سلام سلام يا لزع سلام. أسعد الله صباحكم يا هالي لزع على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شكرا. الله 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 الله. وهناك من القادم من المنطلق اللي هو معزز احمد بن سعيد سالم النبي. ولكن لنا العوده الى الصداره لنا العوده الى مقدمه الشوط الى الصداره. والمركز الاول ما زال النشمي صوايح بن مطر بن حمد الخيالي 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 الخيالي. وهناك الدخول من عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني والخيالي. يا سلام الله 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 الله. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. باللحظة
الخطوات الاخيره وغادر بالشوط. يا ها هي امامكم على الشاشه، والمركز الثاني لسعيد محمد مبارك الخيلي، والمركز الثالث هناك لسالم بن راشد بن عطشان راعي العصله، ولكن تغيير الطرى وجرى. هناك الدخول من قبل مشاهدينا لمروان من فرج بن غانم بن حمود الظاهري، يا سلام مغيظه، ولكن الصداره ذهبت مع الشاعر، ذهبت مع حجي بن خلفان الهاملي، له التحيه تهانينا. سلام لحجي، سلام للشاعر الوثبه لحجي بن خلفان محمد الهاملي. مع المقدمة، المحيط مع الصدارة، المحيط مع المركز الأول، الفارس والمحيط صراع الأقوياء، صراع الأبطال، لمن الفوز، لمن الناموس. يا سلام يا سلام، الفارس غير الفارس، انتزع المركز الأول، أهدى الفوز، أهدى الناموس لمالك مشاهدينا الكرام سعيد بن مطر بن محمد الرميذي. مشكور يا أبو مطر، شكرا يا أبو مطر على هذا الفوز والأداء المميز. الفارس سعيد بن مطر بن محمد الرميذي المركز الثاني. الجميل الذي يقدمه، والمركز الثاني وصل مشاهدي الاعزاء. الله من وصلت مشاهدينا هناك جميله لسلطان بن علي بن سيف الكليم، وصلت بقوه في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بنواس، ولكن بنواس وصل من الجانب الاخر مع انقضاض غزوه لاحمد بن علي بن محمد. بنواس فاجانا، تهانينا لك التحيه بنواس، تهانينا لاحمد بن علي بن محمد بنواس بالمركز الاول والمفاجاه. حسين بن مسعود العامري، ولكن تغادر مشاهدينا الكرام بحفظ من الله ورعاية سرابه علي بن ناصر بن علي الخيلي، غادرت، أعلنت الفوز، أعلنت الناموس. وسلام يا رماح، سلام على هذا الأداء المميز والعروض المميزة لهذا الانطلاق المميز التي تأتي به سرابه علي بن ناصر بن علي الخيلي. أسعد الله صباحكم يا رماح على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني